شاهد امرأة تلد معجزة في غزة، لن تصدق ماذا حدث معها. معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد الداعمين لقضية فلسطين، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. كانت تقول السيدة: أنا كنت أدعي إني ما أولد بالحرب، وكنت أتمنى أن يتأخر موعدي وأن يعطوني وقت زيادة، وكنت أتمنى إني أولد بالدار. قال فريق التصوير أثناء تصويرنا في جناح الولادة بمستشفى الشفاء قبل اقتحام قوات الاحتلال له وإخلاؤه، التقينا بهذه الفلسطينية الحامل، وكان اسمها هداية. كانت في أسابيع حملها الأخيرة عندما أجبرتها الغارات الإسرائيلية على البحث عن مأوى في إحدى المدارس. وكانت تقول السيدة: انقصف تقريبا كل المناطق الموجودة حولنا، ما ضل أحد بالمنطقة، والمنزل اللي جنبنا انقصف أيضا، ومنزلنا تضرر بشكل كبير، فاضطرينا أن نطلع من دار لدار تاني. اليوم إن شاء الله موعد ولادتي، عانيت بشكل كبير. معاناة هداية لا تنحصر في موضوع الولادة فقط، فهي بل تعيش منذ بدء العدوان حياة صعبة تخلو من الأساسيات. حيث كانت تقول السيدة إنها تواجه معاناة من جميع الجهات، لا حمامات نظيفة ولا مدارس نظيفة ولا شيء. وعند لحظة الولادة جاءت سيارة الإسعاف، وكانت السيارة بتقطع في نصف الطريق، ولما اقتربت على المنزل حصل قصف كبير على الطريق، فرجعت سيارة الإسعاف وذهبنا من مستشفى لمستشفى ثانية، وظليت أعاني معاناة كبيرة، وأنا كنت مريضة ومتعبة جدا بسبب أنني كنت في الشهور الأخيرة للولادة وسط عدوان الاحتلال المستمر على غزة منذ 45 يوما على التوالي. تعيش الحوامل كابوسا مزدوجا، فيضطر بعضهم للخضوع لعمليات ولادة قيصرية دون تخدير، ومنهم من يلدن في الشوارع وسط الأنقاض أو في الملاجئ المكتظة التي تفتقر إلى الصرف الصحي المناسب، ما يسهم في انتشار الأمراض المعدية. الحمد لله إني كنت بالأشهر الأخيرة، لأنه صار عندي بكتيريا من الحمامات اللي مش نظيفة بالمدارس. رزقت هداية بثلاثة أطفال توائم في هذا الوضع، ولكن القلق ما زال مستمرا، فكيف تحافظ على صحة أطفالها؟ وإلى أين تذهب بهم؟ وكيف تكون مدرسة اللجوء بيئة مناسبة لهم؟ لسوء الحظ توفى طفلين، وظل طفل بصحة جيدة بسبب أنهم كانوا يحتاجون إلى حضانات، ولم يتوفر حضانات للأطفال بسبب سوء الأحوال. والمعجزة أن الله رزقها بثلاثة توائم أولاد، سبحان الله. والغريب أنها كانت تتابع عند طبيب وقال لها إنها حامل في طفل فقط، فاستعجبت واستغرب الجميع. كانت تقول السيدة أن المكان مكتظ ويوجد به ضغط كبير، حيث أننا نعيش في مدرسة وأنا مقيمة في غرفة فصل يوجد فيه أكثر من 20 شخصا. علشان تدخل الحمام بدك تستنى طابور على ما يجيك الدور. المية مش متوفرة بسبب كثرة عدد الناس، كل ما يوفروا لنا مية كتير بتقطع بسبب العدد الكبير، وبيتم قطعها بشكل كبير. بعد لقائنا بهداية قال فريق التصوير: بعد لقائنا بهداية تعرض جناح الولادة الذي كانت فيه مع أطفالها للقصف، وأجبرت على الفرار بعد ساعات قليلة من ولادتها، ولم يحصل لها شيء ولأولادها. كانت تقول هداية: فجأة لقيت كل شبابيك المدرسة اللي قاعدة فيها بتتكسر، وفجأة حكوا لينا إن الطابق اللي فوقينا انكسف ويتدمر بشكل كامل. جيت علشان أطلع برا المستشفى، لقيت رائحة الغاز القوية المنتشرة في كل مكان، مش قادرة أمشي، مفيش أعصاب، الناس كلها بتجري، كله كان عاوز يخرج من المستشفى في أقرب وقت، خوفا من قصف المستشفى علينا. كنا نشعر بعدم الأمان، لا في برا أمان ولا في جوه أمان، مفيش أمان في مستشفى ولا في مدرسة ولا في شوارع. تعتبر حالة هداية واحدة من 180 حالة ولادة يوميا في القطار، في ظل انهيار المنظومة الصحية واستهداف المستشفيات بشكل مباشر من طرف الاحتلال الذي يجعلها محور عمله العسكري. لا تنسى أن تكتب رأيك أسفل التعليقات. طفلة فلسطينية معجزة تتكلم مع أمها وعمرها أيام، لن تصدق ماذا قالت لهم. شاهدوا طفلة فلسطينية معجزة تتكلم مع أمها وعمرها أيام أمام اليهود، لن تصدق ماذا قالت لهم. سنتعرف الآن ماذا قالت لهم هذه الطفلة الفلسطينية، ولكن دعونا نعرف القصة من البداية. كانت تحكي أم هذه الطفلة القصة العجيبة التي حدثت أمام الجميع، وهي في استعجاب وذهول منها، حيث كانت تقول إنها كانت نائمة وقت الفجر تقريبا،
وكانت طفلتي بجانبي، والأب كان يعمل في مشفى بجانب المنزل لينقذ ضحايا القصف. كانت تقول الأم إنها سمعت صوت قصف قوي خارج المنزل. ذهبت بسرعة كبيرة إلى خارج المنزل حتى لا يسقط المنزل عليها أثناء القصف وعلى طفلتها. وعندما خرجت خارج المنزل رأت جندي يهودي كان يحاول أن يتهجم عليها وأن يقتلها هي وابنتها، ولكنها ذهبت مسرعة إلى داخل المنزل. وبعد ذلك كانت تحكي الأم إنه دخل الجندي من نافذة المنزل، وفجأة حصلت المعجزة الإلهية التي جعلت الجندي في ذهول وجعلته يتثبت ولم يتحرك، حيث أن الطفلة تكلمت بشكل غريب وقالت ما لم يتوقعه عقل، حيث استعجبت الأم من الطفلة وكانت في ذهول، حيث أن الطفلة بعمر شهور. قالت لليهودي بصوت مرتفع وباللغة الإسرائيلية اذهب الآن بسرعة ستكون نهايتكم قريبة. فإن ذهل اليهودي والأم من صغر سن الطفلة وهي تتكلم وتقول هذا الكلام، فخرج اليهودي على الفور خارج المنزل. وفي اليوم الثاني جاء اليهودي المكار إلى نفس المنزل وقتل الطفلة ووالدها للأسف. الله يرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. هذه كانت جريمة مزدوجة، تم إطلاق النار على الطفل ووالد الطفل، ووالد الطفل أصيب في الصدر يعني. وتجمع أهالي المنطقة أثناء جنازة هذه الطفلة وكأنهم يزفون عروسة، سبحان الله، كما تشاهدون في هذا الفيديو. أولا إنها معجزة بمعنى الكلمة، طفل رضيع يتكلم وهذا الأمر مخالف للطبيعة. كانت الأم تلاعبه وكان يضحك، وبعدها يقوم الطفل بالعطس، ثم نطق الطفل كلمة لم تسمعها أم جيدا فاستمرت في اللعب مع ابنها، ولكنه قام بالعطس مرة أخرى ثم قال بصوت منخفض الحمد لله، فسمعته الأم واندهشت ثم قامت بالتصوير. في المقطع الثاني يظهر طفل معجزة في الهند. هذا الطفل كان نائم، والغريب أنه فعل شيء أدهش الأب والأم، لذلك قام الأب بإحضار الموبايل بسرعة شديدة وقام بتصوير المشهد، حيث كان يقول الأب الشهادة والطفل نائم. والغريب أن الطفل كان يرفع إصبعه عندما يقول الأب الشهادة، إنها معجزة حقا كما تظهر أمامكم. عبد الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله بولو بيتي عبد الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله بولو بيتي في المقطع الثالث ظهر طفل صغير جدا وكان يتكلم، حيث أن والده كان يقول الله والطفل كان يردد وراء الأب ويقول الله، والغريب أن سنه كان صغير جدا. الله الله